وفي ملف التوتر بين واشنطن وطهران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا وإنتاج طائرات إيرانية مسيرة. وسارعت موسكو لمطالبة واشنطن ولندن أمام مجلس الأمن بتقديم أدلة على اتهامات بشأن سعيها الحصول على طائرات مسيرة من إيران وأسلحة كوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا. إياد الجغبير في واشنطن ينضم إلينا، وتفاصيل عن هذه القضية فيما يتعلق بهذه الأسلحة والطائرات المسيرة، تفضل إياد. نعم، يواصل البيت الأبيض فرض المزيد من العقوبات على إيران عبر وزارة الخزانة الأمريكية، لكن هذه المرة هذه العقوبات جاءت بسبب مساعدة إيران وإلى روسيا وعدم احترامها للعقوبات التي فرضت على روسيا من قبل واشنطن. تقول واشنطن بأن هذه العقوبات تم فرضها على ثلاثة شركات إضافة إلى أحد الأشخاص الذي يحمل صفة مدير لأحدى هذه الشركات. هذه الشركات لديها أكثر من تهمة من قبل واشنطن. التهمة الأولى أنها تقوم باستخدام نظام مسيرات، تقوم واشنطن باستخدامه في أحد طائراتها المسيرة، وقد تم سرقة هذا النظام من قبل الشركة الإيرانية. والنقطة الثانية للشركات الأخرى بأنها تقوم بنقل الطائرات المسيرة من إيران وتوصيلها وإيصالها إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا، إضافة إلى الشخص هو مدير إحدى الشركات التي تقوم بإيصال هذه الشركات. العقوبات الأمريكية مستمرة على إيران، هذه المرة كما تحدثنا جاءت بسبب دعمها إلى روسيا، ونعلم بأن واشنطن حريصة على إلزام كافة دول العالم باحترام العقوبات التي فرضت على روسيا من قبل واشنطن منذ بدء الأزمة العسكرية بين كل من روسيا وأوكرانيا. أشكرك إياد الجغبير مراسل سكاي نيوز عربية في واشنطن.